Hallo, ich bin Karim, ich komme aus Marokko, ich bin 23 Jahre alt und arbeite als Freiwilliger im Jugendzentrum der Stadt Villach. In diesem Video möchte ich euch mehr über das Europäische Solidaritätskorps erzählen. بالنسبة لسوليداريتي كوربس هو واحد البرنامج تابع للاتحاد الأوروبي وكيسمح لجميع الشباب بمختلف المدن أنهم يلتحقوا به ويشاركوا الأنشطة اللي كتفيد المجتمع. وحيث أنا شاركت هذا المشروع لأنني كنت مهتم دائما بأن في العمل والتطوع في النمسا، وكنت أرغب أيضا في التعرف مع أشخاص جدد وتعلم اللغة، وتلقيت مساعدة من الجمعية ديالي اللي هي أمودو تيرودنت. عبر موقع إلكتروني وكتقدم فيه السيرة ديالك الذاتية كاملة، وكتكتب واحد الوثيقة تحفيزية سبب القدوم ديالك لهذا المشروع للتطوع، ولا تتردد بأنك باش ما تواصلش مع اشخاص اخرين اللي يساعدوك. انا تلقيت العائله تاعي هنايا اللي هي اللي ساعدتني هنا. التكاليف الاقامه والسكن والمعيشه اللي تحتاجها هنايا، جميع التامين، جميع المصاريف اللي غتحتاجها هنايا بالنمسا، وحيث انك كيسدلك جميع الفواتير اللي خلصتي بالسفر هنايا، تأشيرة السفر باش انك التحقتي بهم هنايا، وكيوفرلك شهريا خلصة شهرية اللي تقدر انك تعيش بها هنايا، وحيث انهم كيسدوا لي حتى الدراسة في اللغة الألمانية هنا. بالنسبة لهذا المشروع هو فرصة جيدة لأنك كتعيش في واحد البلد آخر من غير البلد تاعك، حيث أنك كتتمكن بتكوين صداقات جديدة مع أشخاص جدد، وكتتمكن بأنك تعرف ثقافات جديدة، وحتى من كتزور أنك بلدان جديدة يعني معروفة بالطبيعة ديالها. وانا بالنسبه لي انا اول مره كنجي للنمسا كنشعر بواحد الحماس لدعم الشباب هنا. وكنوصي جميع الشباب اللي عنده الرغبه والتحفيز باش يتطوع هنايا، فهذه فرصه جيده له باش انه يتطوع هنا في النمسا، وحيث انه يقوم بزياره الموقع European Solidarity Corps. وإذا التحق بنا هنا في فيلاخ يقوم بالزيارة ديالي في يوغن سنتروم فيلاخ.